تحل الذكرى 51 لتأسيس المجلس الوطني في 12 من فبراير الجاري، إذ كانت أول دورة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 من فبراير عام 1972. ويؤدي المجلس دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، ليكون على الدوام مساهماً في المسيرة الوطنية ومحققاً جميع مقومات مسيرة النهضة الشاملة المستدامة ومتطلباتها. ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله نهج الآباء والمؤسسين في ترسيخ نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، من خلال تأكيده على أهمية تعزيز دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في تعزيز تطور الدولة وتقدمها. يوم تأسيس المجلس الوطني يوم مشهود في تاريخ دولة الإمارات، ومحطة بارزة في مسيرة عمل المجلس وفي طبيعة الدور والمهام والأنشطة الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في بناء مستقبل مشرق وزاهر من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو بناء مجتمع الكرامة والرفاهية.